موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. شهد الرئيس السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين للمستشار عزة أبو زيد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن التقدير لما بذله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسؤولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عصام الدين محمد فهيم رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عزة أبو زيد عبد الرحمن رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 21/8/2021. أحسن لله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسرع الخطى لتنفيذ مشروع حدائق الفسطاط في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في معدلات تنفيذ المشروع وضغط المخطط الزمني نظرا لما سيحققه من نقلة حضارية بالمنطقة وإحياء أول عاصمة إسلامية في إفريقيا لتصبح متحفا مفتوحا أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري السياحة والأثار والإسكان وعدد من المسؤولين لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم العمل على تحويل الموقع إلى متحف مفتوح ينقل السائحين إلى تجربة أخرى جديدة بمدينة القاهرة التاريخية، لا سيما مع قربها من منطقة مجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص والمتحف القومي للحضارة المصرية. استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر والعالم وموقف توريد اللقاحات، وأشارت الوزيرة إلى وجود 512 مركزاً ثابتاً لتطعيم لقاحات كورونا و145 مكتباً لتطعيم المسافرين، لافتة إلى استهداف الوزارة زيادة عدد مراكز اللقاحات إلى 800 مركز خلال الفترة المقبلة. كما أكدت وزيرة الصحة أن أولويات الدولة خلال المرحلة الجارية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية تمثل في تطعيم الطلاب بلقاح كورونا قبل انطلاق العملية التعليمية. صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن هيئة المساحة تقوم بتنفيذ الأعمال المساحية اللازمة على مستوى جميع المراكز المشمولة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنحها أولوية أولى مع الالتزام بالتوقيتات المحددة، وتقوم مجموعات من العاملين بمديريات المساحة على مستوى الجمهورية بإنهاء أعمال الرفع المساحي لجميع المواقع التابعة للمبادرة في 21 محافظة بالتزامن مع تشكيل مجموعات مكتبية لنهو جميع الأعمال في أسرع وقت.